بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعني. قالت وهما جنبان دعني مرتين دعني دعني حتى أقول دعني دعني حتى أقول عندك أقول أصبر عندك بالرفع ولا من نصب بالرفع يجوز أن تكون مرفوعة بناء على حتى ابتدائية وليس فرائية يعني حتى لا تنصب إلا إذا كانت للغاية بمعنى إلى أن مثل قوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أي إلى أن يرجع إلينا موسى. وأما إذا كانت ابتدائية فإن الفعل يكون بعدها مرفوعا والاسم يكون بعدها كذلك مرفوعا كقول الشاعر حتى ما دجلة أشكلوا. وعن هذا يجوز وجهان لا تبنيها حتى نعم يعتزل يبدأ بالجانب الأيمن إذا تعملت هذه الأحاديث وجدت بساطة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله يعتزل من إناء واحد الإناء بينهما وهي تقول دعني دعني كأن مسألة يعني مرة بساطة للغاية. وهذا لا شك أنه مما يوجب المودة والإلفة بخلاف الإنسان الكلب الذي لا يتكلم إلا كلمة بعد كلمة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. حتى أقول دعلي دعلي. قالت وهما جنوبان. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة في إناء واحد. عائشة الثاني ميمونة والثالث مسلمة. وفي حديث ميمونة دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة وقد سبق الكلام فيه وبينا أنه يجوز للرجل أن يغتسل
بفضل المرء وأن يتوضأ بفضل المرء، وأن الحديث الذي ورد فيه في النهي محمول على الأولوية فقط لا على التحريم. نعم. في حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار إن عمر أخبره هكذا بدون شك ولا بتأكيد ولا بتأويل الظن، بينما في حديث ابن جريج عنه حدثه بغلبة الظن، فهل هذا محمول على أن عمر بن دينار كان غير متأكد أو لم يكن متأكدا تماما حتى حدث سفيان، أم أنه يعني كيف يحدث هذا بغلبة الظن ويحدث هذا باليقين؟ كان الإنسان تعرض لهم في هذه الأحوال. الآن الإنسان حتى في المسائل العلمية التي كان يفهمها أحيانا يتذكرها تماما وكأن الكتاب أمامه، وأحيانا يغلب على ظنه ويرجح، لكن هذا لا شك أنه علة، إلا أنها علة لا تقلع. يعني هل التحديث في غلبة الظن علة؟ نعم. لا، إذا جاء من وجه آخر من الزهر نعم، ما في شك أنه علة. نعم. هذا سلم كما مما يدل على ضعف الحديث الذي يذكر، ما رأيته منه ولا رآه منه وهو ضعيف، لأن الله تعالى أباح للإنسان أن يرى من أهله الفرج وأن يروا فرجه أيضا، فقال والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا يعني تبقى. أحسن الله إليكم. قول عائشة رضي الله عنها أنها تغتسل هي والنبي في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد. نعم. ثلاثة أمداد يعني الغالب أنها أقل من الصاع وهما اثنان. إيه نعم. هما مر علينا قبل هذا. هو مر علينا ثلاثة أصواع. ثلاثة أصواع لكن ثلاثة أمداد. إيه نعم. الظاهر وهم من الرابع. ها؟ وش يقول؟ ها؟ أول مرة قرأت أن الرجل هنا وثلاثة أمداد أو قريبا لذلك، فكأنه لم يضبط، والعمدة على ثلاثة آصر، وبينا فيما سبق الجمع بينه وبين أن كونه يغتسل بالصاع. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاك. الله من المكان قريب من المد، لأن الصاع أربعة أمداد، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، فهل تكلم الشارع على هذا؟ وفي رواية بخمس مكات بتشديد الياء والمكفوف بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي، ولعل المراد المكفوف هنا المد، كما قال في الرواية الأخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. هذا هو الله قريب منه. نعم نعم يا سليم. أقول لك هذا غير صحيح يا سليم، ما رأيته ولا رآه هذا مو صحيح. نعم.
إن إيش؟ نعم نعم. الظاهر من دليل اشتراط الخلوة لأنهم يقولون إنه إذا كان بفضلها وهي خالف به لأنه يعني قد يحتمل أشياء تحصل منها، فلذلك نهي عنه. والصواب أن النهي لا يقتسم الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل أنه عام، لكنه ليس على ما قال الأصحاب أنه يحرم أو أنه لا يرفع الحدث. وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحبي قال أبو بكر قال أب صاحب السفينة نعم قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد. وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه. باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وقال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فصل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. معلوم أن الأحاديث التي ساقها المؤلف أخص من الترجمة التي ترجمت لها، لأن الترجمة غسل الرأس وسائل البدن، والأحاديث كلها في غسل الرأس فقط. ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه
لا يسن التثليث في غسل بقية البدن، وإنما التثليث في غسل الرأس فقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفعل، من المعلوم أن كل مؤمن لا بد أن يكون له فيه أسوة عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول من رغب عن سنتي فليس مني، كما قال ذلك في عدة المناسبات. فكان ينبغي للإنسان أن لا يزيد على ثلاث في الإفراغ على رأسه. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره قبل ذلك، حتى إذا ظن أنه أروى البشرة أفاض عليه ثلاث مرات. نعم. بس هذا يعني مستكره في الواقع، مستكره. نعم. لا الدلك ليس بواجب، الدلك ليس بواجب. وقد أشار إلى هذا القحطاني رحمه الله في نهايته فقال أنشدتكم البيت، الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، فلا يجب التدلك اللهم إلا إذا كان الجسم فيه وسخ كثير، فإن الوسخ الكثير يوجب أن ينبو الماء عنه، فحينئذ لا بد أن يمر يده لأجل أن يتيقن أن الماء عم جميع البدن. نعم. إيش؟ إيه نعم الشعر خفيف، أما إذا كان خفيفا فلا حاجة. نعم. صحيح. نعم في غير التفكير ولا وضوء، لعموم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يكن الله تعالى وضوءا. نعم. أربعة. 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 نعم. باب حكم ضفائر المغتسلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة. أنا عندي أشد ظفر بفتح الضاد. نعم عيك رأس عندكم ظفر؟ لا نعم عندي فتح. إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيرة والجنابة، فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدث أيها